وافر امتناننا سيادة الرئيس. أدعوك الآن سيدي الكريم كي تتكرم بإشارة البدء لانطلاق قافلة أخرى من المساعدات التي يقدمها الشعب المصري لنفسه ولكن لأهله في غزة. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله، على بركة الله، قافلة مصر إن شاء الله تصل إلى أشقائنا في فلسطين في قطاع غزة، تخفف عنهم ما أمكن، تخفف عنهم ما أمكن. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.